سعيد الآن زاحف المجنح، وأمسك بقط طائر أيضاً. أصمت صديقي، سأجلب المساعدة. أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة. النجدة! هاي، ما الذي تفعله؟ أنا عالق، أخذت الزاحفة المجنحة للتأكد من أننا ما زلنا صديقين، وجهاز التحكم بحوزة روميو الآن. بالطبع نحن صديقان. أنا المذنبة، وجب علي مصالحتك أولاً. أوياك، من يكترث؟ الغميضة ممتعة، لكن حان وقت الذهاب. أوه لا، لا تفعل ذلك. هيا لنذهب. جرب معي، واحد اثنان. رائع، المزيد منهم. هيا غنوا معنا ونفذوا التحية. حسناً، حان وقت الجدية. هيا افعلوا ما أقوله. مهلاً، ليس العربة، أنا لا أركبها. ها هي العربة، لكن أين محاربو النينجا؟ أعني صغار البومة. يا صغار، توقفوا حالاً. الآن أنا قائدتكم، أعطوني هذا. ربما عليك أن تطلبي منهم بلطف أكبر. بلطف؟ لكن تنفيذ أوامري ممتع، أليس كذلك؟ يا صغار البومة، أنتم مشاكسون. عدت لأخذ عربتي. صغار البومة، آمركم أن توقفوه. إنها لي، كلهم لي. هيا يا محاربي نينجا، 3، 2، 1، انطلاق. ها، يبدو أنك لست قائدة بارعة أيتها البومة. يشبه الزاحف المخبول. لا، الزاحف، خذي هذه أيتها الغبية. سرعة القدس الخارقة. أعيدي ذلك الميكروفون أيتها الحمقاء. علق
قذائلي. أبدا، إن لم أتنكر من حضور حفل جايدن هاستن الموسيقي فلن يفعل أحد. معي ميكروفون جايدن الذهبي وسأفعل ما يحلو لي. بسرعة لنلحق بفتاة لوما. انتظرا، أحتاج مساعدة. أريد التذكرة، سأساعدك. وأنا أريدها أيضا، عضلات الزاحف الخارقة. أنت على ما يرام؟ أجل، رائع. من سيساعدني في القبض على لونا؟ أتسمعني أيها الفتى القط؟ ربما أخبرك الطائر الصغير باسم صاحب التذكرة الإضافية. الخيار صعب، أعني أنتما صديقاي. ما هذا؟ رائع، دميتك الخارقة فلوسي فلاش. بحثت عنها في كل مكان. حسناً، يمكنك الاحتفاظ بها قدر ما شئت. شكراً، لطف منك. لنذهب إلى سيارة الزاحف. أصبح لدي الآن سيارة خاصة بفترة الليل كتلك التي يملكها المقنعون. ها؟ مهلا، ما هذا؟ أحضروا مركبة الزاحف لأخذ سيارتي الجديدة؟ لا أظن ذلك. أيها المقنعون، أمسكوني إن استطعتم. لونا هي من أخذت سيارة كاميرون. أين ذهبت؟ توقفوا عن سد الطريق. إلى اللقاء. تجعل السيارة تتحرك بسرعة، تفوقت علينا. أجل، مركبة الزاحف بطيئة. مستحيل، سألحق بها. يجب أن أستعيد سيارة كاميرون. زاحف، انتبه، لقد اصطدمت بعمود الإضاءة. لم يكن ذلك ذنبي، لونا جعلتني أفعل ذلك وسأمنعها من القيام بالمزيد من المشاكل. زاحف احذر، ذلك ذنب الفتاة لونا. والآن عطلت مركبة الزاحف. سأذهب بسرعة القط إلى المقر الرئيس وسأحضر سيارتي، ستكون سريعة. أعرف صوت البوق هذا، اتبعيني. حان وقت التسلية. تلك السيارة ملك لكاميرون وليست لك، أعيديها. عليك أن تمسك بي أولا. بالونات المعلم فانغ. سأخرج من الجولة الأولى وبعد ذلك سأستعيد قالب الحلوى. عليكما إبقاء نينجا الليل منشغلا، لذا يجب ألا تفوزا. بالونا، اتفقنا أيها الفتى القط. حسنا. أيا حسنا، حالما تتوقف الموسيقى ينبغي على الجميع الجلوس إن وجدوا كرسيا. موسيقى. أيه. تم إقصاؤك أيها الفاشل. هذا لا يصدق، يا لحظي العاثر. أنت لن تهزم نينجا الليل. اضبط الزاحف الخارقة لنتابع اللعب. آسف، هذا المقعد محجوز. وداعا أيتها الحمقاء، تم إقصاؤك. أوه، لا أصدق، أنت بريء جدا في اللعب. إذا لم يتبقى أحد سوانا أيها القط الصغير، لكنك ستدعوني أربح، أليس كذلك؟ لأنك إن لم تفعل سأسقط قالب الحلوى. لن تفعل ذلك. حقا؟ إنه حفلي، وإن لم أربح لن يكون قالب الحلوى لأحد. أرجوك، عليك أن تدعه يفوز. وداعا أيها القط الصغير. سرعة القط الخارقة. أهذا الكرسي محجوز؟ ماذا؟ كيف أمكنك؟ ولكن طلبت منك أن تدع نينجا الليل يفوز. ماذا؟ ستبدو هذه البالونات رائعة في حفل الزاحف، صح؟ ماذا تفعل أيها الزاحف السارق؟ أمسكوا به.
ماذا؟ لا، إنه لي. طلاء جميل أيتها العثث، لم يعد هناك رحلات بالمنطاد لأطفال النهار التافهين. هذا المنطاد أصبح لي الآن. قوما بالمراقبة، سوف أطير الآن وأحضر المنطاد. نحتاج طياراً محترفاً. اطمئني أيتها البومة، اتركي الأمر لي، مع مهاراتي في الطيران الأمر سهل. حقاً؟ صديقاي لا تتجادلا، يمكنني أخذ المنطاد بواسطة خاصية تخفي الزاحف. التخفي رائع، لكن ليس بمقدار روعتي بالطيران. شاهدا أيتها الفتاة لونا، اتركي المنطاد. آه، إنه القط الصغير. أتريد استعادة المنطاد؟ حسناً، تفضل وخذ. لا بأس، أنا بخير. يبدو أن القط وقع في المسيدة. هذا سهل، لم لا تستخدم سرعتك الخارقة لإلهائها وأنا أقوم بالطيران لأخذ المنطاد؟ لا، سأتولى الأمر، طيران الرائع سينقذ الموقف بالتأكيد. مستحيل، هذا خطر جدا. لا عليك، سأفعلها، أنا بارع في الطيران. بومة أيها القط، أمسألة الطيران مهمة؟ ليس الآن أيها الزاحف. حسنا، استمرا بالجدال وسوف أحضر المنطاد. لا أعتقد أن عليك أن تطير بومة، فأنا بارع بالطيران، صحيح؟ هاي ذهب، سأطير إليه. هاي انتظر. لا عليك زاحف، سأتولى الأمر. ماذا؟ سوف أمهليني ثانية. من الصعب أن يبرع الأشرار في هذه الليالي. انتهى العرض، لا أفكار لديه. لكنني الآن لن أنفذ عملية إنقاذ رائعة. أيها القط، لقد أوقفناه. أعرف أعرف، لكن إن لم يقم بأعمال شريرة كيف سأقوم بأعمال الخير؟ اتضح أن نينجا الليل انتهى تماماً. ماذا؟ حسن يا محاربي نينجا، أخبروني بتلك الفكرة الآن. لكن لما فعلت ذلك؟ لا بأس، مهما فعل سأهزمه. أها، شكراً لتذكيري يا محاربي نينجا، هذا ما كنت أخطط له. لمستك، الحق بي. ترى ماذا ينوي أن يفعل؟ هيا بنا، حان وقت عملية الإنقاذ الرائعة. هيا. فعلت هذا من قبل يا نينجا الليل؟ فقط انتظروا، هذا شيء جديد وهذه أفضل أفكاري على الإطلاق. استعملت الشبكة من قبل. لكنكم لم تروا الأمر برمته حتى الآن. ماذا الآن؟ أجل، لا يعجبني مجرى الأمور. سأقوم بإطلاقكم إلى مقركم الرئيس السخيف، ستلتصقون به وسأغطيكم بالمزيد من المادة اللاصقة، سوف تلتصقون هناك إلى الأبد. كل هذا بسبب ما كنا سنقع في مأزق لو لم أحاول القيام بعملية رائعة. هذا سيعرضنا جميعا لموقف عصيب. حان وقت البطولة. خاصية التلويح والقذف. أجل. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا تفعل أيها الزاحف اللص؟ إن لم أحصل على حافلتي فسأخذ مركبة أحد المقنعين الصغار بدلاً منها، وسأقوم بطلائها باللونين الأسود والأزرق. أيها الفتى القط، أيتها البومة، أحتاج مساعدة. أنا قادمة إليك. أخيراً تحررت.
سيساعدون بعضهم ويتغلبون عليكم. هيا انطلاق. سرعة القط الخارقة. أنت لا تخيفني أيها الزاحف، انتظر حتى أعرف كيف يمكنني التحكم بهذه الأجهزة. كيف تعمل هذه المركبة السخيفة؟ احتفظوا بحافلتكم التافهة ومركبة الزاحف، لكنكم لن تهزموني بسهولة في المرة القادمة. بلى سنهزمك، طالما نعتني ببعضنا فلا يمكن لأحد التغلب علينا، ويمكنكما مساعدتي بشيء واحد آخر. علينا طلاء الحافلة وإعادتها إلى مكانها. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. هذا بفضل حاسوبي. بينما أعيد شحن الروبوت سأقوم بتشغيل مشغل الصور الخاص بالمقنعين. أخيرا وجدت زر التشغيل. لا أها، المقنعون الصغار، وانظروا. مستحيل روميو، سيردعك حاسوبي. حقا؟ ليس إن شغلت خاصية حقل الطاقة. حسنا سأطفئه مجددا. وأنا يمكنني تشغيله مجددا. إطفاء. تشغيل. إطفاء. تشغيل. إطفاء. تشغيل. إطفاء. تشغيل. إطفاء. تشغيل. هيا 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 هيا. احذري، مشغل الصور حساس للغاية. لا تضغطي علي. لا بأس، علينا التدخل. لا حاسوبي، ماذا فعلت؟ خاصية إطلاق الصاروخ للمقر لي. حالات الكوارث القصوى والحالات الطارئة فقط. لماذا أحصل على المقر بينما يمكنني الحصول على مركبة المقر أيضاً والطيران بسرعة؟ شكراً لمساعدتك بوما، لكن لن يأتي أحد منكم معي في هذه الجولة. لا! نلت منكم. لا! انظرا، سنخسر المقر الرئيس. لا، وجد روميو خاصية إطلاق الصواريخ بسبب لأنني استخدمت حاسوبي. لا بأس الآن، لكن هذا لا يبدو جيداً. علينا أن نفعل شيئاً. أعرف ماذا سأفعل. سألحق بهذا الصاروخ بنفسي دون حاسوبي. لكن لا يمكنك الطيران بتلك السرعة. بلى يمكنني. سرعة القط الخارقة. تخف الزاحف الخارق. ماذا؟ لقد مسحت قواكم الآن، ولن يتمكن أحد من ردعي للسيطرة على العالم. روميو، لن تنجو بفعلتك. لقد نجوت بالفعل مع عبقريتي، لن يتمكن أحد من ردعي. إلى اللقاء أيها المقنعون. هذا ذنبي، لأنني لو لم أغضب لأنكما حصلتما على قوة الطيران لتمكنا من ردع روميو. لا بأس بوما، نحن آسفان أيضا، بلغنا حيال استخدام قواك. والآن وبعد أن حصل روميو على جميع قوانا، علينا أن نعمل معا كي نردعه. حسنا، أولا سأريكما بعض الخدع. ولم ألحظ أن مشاركتكما بذلك ممتعة. شكراً لك لأنك ساعدتنا، هذا مذهل. وهو أكثر متعة مما تخيلت. انظرا، ها هو روميو. حان وقت البطولة. صديقي، أنت مستعد؟ أنا قادم. إنه طبلي.
أيها القط الأحمق، أنت تكترث كثيرا لأمر طبلك ونسيت أمر صديقيك. أين؟ ترى أيها القط. والآن لدي الزينة المثالية لموكب عوامات النينجا. أفسدت كل شيء وأنا أحاول إعادة طبلي. لا تحتاجه. أجل، ستقود الموكب من دونه. لا أظن ذلك. يمكنك أن تصفق وتدق. محقة، حتى من دون طبلي يمكنني القيادة أفضل منه. إذن فلنفعل ذلك. حان وقت البطولة لنصلح هذا الموكب. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ خذوا تشكيلاتكم محاربي نينجا. لنرى الآن من الأفضل بالقيادة. أنت حتى لا تملك طبلا. لا يحتاج الأبطال إلى طبول لأن لديهم حركات خارقة كهذه. هيا يا صديقي، فلنعد الإيقاع لهذا الموكب. أجل. ماذا؟ توقف يا محارب النينجا. لقد أحبوا إيقاعك. يتجاوبون معه. محقة، يمكنني القيادة. 1، 2، 3، 4. يسار، يمين، استديروا، عودوا. عضلات الزاحف الخارقة. مرحى. زاحف احذر. بدأ ينزلق. قبضته السحرية الخارقة. رائع، انظراه. يمكن تحويل هذه القطعة التي من الجرافة إلى عصا قفز رائعة. إنها عصا قفز كبيرة. سأصلح جرافتي وأريكم أيها المقنعون الصغار. ردائي عالق. إنه سريع، لكن يمكنني أن أكون سريعا أيضا على عصا القفز. اصبري أيتها البومة، فأنا قادم لإنقاذك. ها أيها القط، ماذا تفعل؟ أنا من يقفز كالقط أيها الزاحف، سأكون أفضل منك. ماذا؟ لكنني أستعملها. ها نحن ذا، الفتى القط قادم لإنقاذ. لا، علي الخروج من هذا المكان. لا، الفتى القط إلى الفتى القط. أيها القط، إلى عادت جرافتي للعمل. قريبا سأملأ العالم بالروائح الكريهة. بالروائح الكريهة؟ لا، أوقفه فورا. سأفعل حالما أصل إليك باستعمال عصا القفز الكبيرة. لا أصدق، دعني أقوم بهذا. لقد رأيت مدى صعوبة الأمر، عليك أن تدع الأمر لي. لكنك أنت من وقع. أعرف، ولا أريد أن تقع أيضا. أوه أيها الفتى القط، كم أنت مغفل. أيها الفتى القط، لا تقفز فوق طائرة البومة. لا بأس، سأتي لإنقاذك. عما قريب ستصبح صورتي في كل مكان بدءا بكل هذه الكتب. تبدو وسيما يا سيدي، سيرغب الجميع في أن تحكمهم. صحيح، لن يكون بيدهم خيار. والآن لنحضر المزيد من الكتب. أين روميو؟ استعملي نظرك الثاقب لبحث عنه. لا داعي لذلك، سأستعمل قوة فلاسي فلاش. فلاسي فلاش، فكري وعثري عليه. فلاسي فلاش، فكري وعثري عليه. يمكنها العثور على الناس بمجرد التفكير بعمق شديد. لكن هذه طريقة في الكتب فقط. أظن أنني فقدت شيئاً. إنها ضحكة روميو. أحسنت أيها الروبوت. المقنعون الصغار؟ هذا سيء يا روميو، لما تفسد الكتب؟ إن القراءة أمر رائع. ليست كذلك، فلا أحبها على الإطلاق. أفضل النظر إلى صوري بدلاً منها. ماذا؟ يجدر بك قراءة كتاب ممتع كفلاسي فلاش. مستحيل، تخلص منهم أيها الروبوت.
روميو أخذ كل الكتب. سأوقفه بحركات فلاس فلاش. أرجلي دمري. ها ها. يبدو أنك لا تجيدينها كما يجب. ما المشكلة في حركاتك المذهلة؟ لا بأس بها، لكن حركات شقلبة فلاش ستفاجئ روميو عندما أجيدها. حسناً، لنكتشف ما هي وجهة روميو التالية. أين توجد الكثير من الكتب؟ في مكتبة المدينة. يا للهول، إنها تحتوي على بعض أثمن الكتب في العالم. تمسك بي زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. محاربي نينجا، اجعلوا هذا التمثال أثقل وزناً. سأتولى الأمر. سأصلحه. تدمر تمثالي، لكن ما زال بإمكاني أن أنقذ تمثاله والقطع الفنية. حان وقت البطولة. اتركا نينجا الليلي وأنقذا القطع الفنية. سرعة القط الخارقة. هاي هاي، ماذا تفعلين بيدي؟ أيمكنك أن تعيرني إياها حتى تساعدني؟ فهم؟ لا أستطيع الصمود أكثر. عضلات الزاحف الخارقة. رياح البومة. انظر إليه، أصلحته. لا تريد تدميره الآن، صحيح؟ إبداعي، تم إصلاحه بالفعل. كان ذلك وشيكاً. أنت محق أيها الزاحف، أنا سعيد لأنه تم إنقاذ تمثالي. والآن سأعود إلى خطتي الأولى، سأخذ القطع الفنية من المتحف وسأتخلص منها. فات الأوان نينجا الليل، أخفيت القطع في مكان لن تستطيع العثور عليها فيه. ماذا؟ هل سنمضي باقي الليلة في البحث عن قطع صغار النهار الفنية التافهة وسرقتها مجدداً؟ ألا يمكنك الاستمتاع بتمثالك الجميل؟ إن أخذته إلى المنزل فسأتمكن من رؤية نفسي من أي مكان. سأتمكن من النظر إلي طوال الوقت. هيا يا محاربي نينجا. جناحي. يمكنني الطيران. لكن لا أطير بالاتجاه الذي أريد. هاي ساعداني. هيا أيتها البومة. زاحف أصمد، أنا قادمة. شكرا بومة. لا مشكلة، الطيران ليس الحل الوحيد. لما لم تستخدم خاصية التخفي؟ خاصية التخفي؟ حقا؟ هناك دائما طريقة أخرى للحل. ماذا حدث؟ أصبتك أيتها البومة، هذا ما حدث. أخيرا تمكنت من النزول. لا يمكنني الوصول. استعملي مهارة الطيران للتفوق على مقاومة الجاذبية. لا يمكنني السيطرة، أنا خفيفة جدا. أسقطت واحدا. أم علي القول، رفعته، بقي اثنان. علينا أن نهزم روميو وننقذ البومة. سأطارده وأنت أنقذها. قفزة القط الخارقة. لكنني لا أملك القوة المناسبة. فكر يا زاحف، الطيران كالبومة لم ينجح، ربما القفز كالفتى القط ينجح. لكني أملك ساقي الزاحف، لا يمكنني القفز كالقط. لكن سيارة القط تفعل. سأطير فوق البومة، سأفتح الباب وسأمسك بها. خطة رائعة، سأنطلق. خاصية القفز. أمسكي يدي. يمكنك الجري، لكن لا يمكنك الاختباء أيها المقنع. ماذا؟ كيف؟ هذا ليس مهما، سأصل إليكما بما أن الزاحف يمسك بك الآن. قفزة القفز الخارقة. أنت التالية. لا أيها القط، أنت التالي. أيها القط، أنا قادمة. مهلا، أنا قادم. اثنان منكم في الهواء، بقي واحد فقط. ستنزلين للأسفل. ها رامي الآن في المكان الذي نريده. قط زاحف الآن لكن لا يوجد سواي.
نحن بحاجة إلى القط. بقي القليل فقط. وداعا أيها المقنعون الصغار. زاحف، أين الفتى القط؟ سأجرب هذا الزر. لا لا لا، أيها الفتى القط، كنا نحتاج لمساعدتك. هرب روميو. كنت أريد المساعدة في سيارتي الرائعة. ها قد جاء، فلنختبئ. طائرة البومة كانت جيدة، لكن قد يكون هناك شيء أفضل. ميمي ميمي ميني مو، من منك سيكون التالي؟ مركبة الزاحف. لا تقلق، المركبة لا تطير، سنحاصرها بدراجاتنا. هيا بنا. يا إلهي، هناك ثلاثة مخارج، إما طرف الشارع أو فوق المباني. سأغلق الطرف الآخر، ابقيا هنا. اسمع، إن حاول روميو المرور من هنا، استخدم سرعتك واذهب من مخرج الحريق وسد الطريق. سننال منه. لو كانت سيارتي معي لسددت الطريق عليه باستخدام زئير القط. ليس مجدداً أيها القط. ليس الزر الأخضر، ربما الأزرق. لا، ليس هذا. يكفي رائحة ريها، أعرف أن هذا يعجبك. ما رأيك بالحركة البطيئة أيتها البومة؟ جاهزة أيضاً. لن تفعل هذا. ماذا؟ لا. أمسكت بك. أها، أصبحت آلة واحدة جاهزة وبقي آلتان. هيا يا صديقي المعدني، استعد لبدء الهجوم الأخير على المقر الرئيس. علم. يجب أن نقوم بحركتنا الجديدة، إنها الطريقة الوحيدة للحصول على جهاز التحكم. لنجربها مجدداً، أنت تقف هنا وأنا سأكون هنا. أنا بالحركة اللولبية، لا مشكلة. لن نجرب خدعة جديدة، بل الطيران اللولبي. يا إلهي، إن قام بإصلاح آلة التجميد سيقوم بتجميد مركبتنا. علينا أن نردعه. علينا تنفيذ الحركة، نحن الاثنان فقط. إنها حركة ثلاثية، نريد ثلاثتنا. ها هي بومة. حسناً، وقت الطيران اللولبي. أتشعر بدوار روميو؟ كنت سأشعر بالدوار إن كنت أنظر إليك أيتها البومة، لكن لدي أمور أكثر أهمية للنظر إليها كآلة المذهلة. إنها جاهزة. أولا، البومة أصبحت آلة التجميد جاهزة، بقيت آلة واحدة. تعال إلى سيدك أيها القطار الخارق. يبدو أنك من يدور الآن. سرعة القط الخارقة، أمسكت بك. عضلات الزاحف الخارقة. علينا أن نقوم بالحركة الآن، انتهى روميو تقريباً من تجهيز آلاته. سنشرحها مجدداً. فهمتها، لكنني لا أريد أن أنفذها لأتمكن من السيطرة علي. ماذا تعني بأنك لا تريد أن تكون جاسوساً؟ أنت تحب المقنعين الصغار؟ وهم لطفاء؟ لا يمكنهم أن يكونوا أصدقائك أيها المحارب الصغير، إنهم المقنعون الصغار، كان يفترض بك أن تتجسس عليهم. لا تفعل، لا تختبئ خلفي هكذا. إنه لم يتجسس علينا، يريد أن يكون صديقنا ويحتاج لمساعدتنا. ماذا إن تجسس علينا؟ لا يمكن أن نساعد نينجا جاسوس. ها؟ أين ذهب؟ قفزة القط الخارقة. القذيفة اللاصقة. زاحف، بومة، أنا عالق. والآن أنت عالق بالقذائف اللاصقة. هي أنت، أطلق سراحه فورا. محارب النينجا الآن. إن لم يساعدني جاسوسي على دخول مقر المقنعين فسأفعل ذلك بالطريقة التقليدية. محارب النينجا، أمسكوهم.
ماذا سأفعل؟ سيستخدم نينجا الليل المقرة ضدنا. ها؟ أنت تساعدني؟ شكراً لك، كان علي مساعدتك عندما احتجتني. علينا مساعدة من يحتاج المساعدة. آسف، حان وقت البطولة. والآن إن أردتما أن أحرركما أخبراني كيف يمكنني الدخول إلى مقركم. ماذا؟ مستحيل. ها؟ ماذا؟ هل تحررت؟ هذا صحيح نينجا الليل، ولن تسيطر على مقرنا، ليس بوجود الفتى القط. كان أنت من أطلق سراح الفتى القط، أليس كذلك؟ ها هو المقنعون الصغار. المعلم فانغ مستعد للقتال، وكذلك كيك ماجي. لكن استسلم روميو، لن تفلت. أنا لا أحاول الهرب. بالضبط. مهلا، ماذا؟ ما هذا؟ مرحبا، أنا روبي. لا تكن مهذبا مع المقنعين الصغار، لكنهم يبدون لطفاء. هذا آخر اختراعاتي، صديقي الروبوت المطور الجديد، سيساعدني في أعمال الشر. ماذا فعلت بأدوات ساحة اللعب؟ لست من فعل ذلك، لما لا تسألونه؟ هذا الروبوت مصنوع من جميع المعدات المفقودة، إنها هنا. هل يقوم روبوتك القديم بصنع روبوت جديد؟ لماذا تريد صنع روبوت آخر؟ لا أعلم، ربما أصيب بالجنون لأنه لا يصغي لأي شيء أقوله. هذه مهمة المعلم فانغ وكيك ماجي، هيا بنا. لكن بقوة قبضة المعلم فانغ الهائلة آمرك بالتوقف. إلا إن كنت تريد أن تواجه ركلة قوية. زاحف؟ أحتاج تمارين الإطالة أولاً، أعد معدات ساحة اللعب. لا، هذا الروبوت هو صديقي الحميم الجديد. كيك، إنه يهرب. هيا بنا أيها المعلم فانغ. لحظة، انتظراني، انتظرا. سأطير فوق المباني وأراقب المكان. المعلم فانغ وكيك ماجي لا يحتاجان هذا، معلما الفنون القتالية. هيا. أجل، مستعدان لأي شيء. آسف. لا بأس. يا. لكن ماذا عني؟ يا إلهي. اقفزوا يا محاربي نينجا. سوف نساعدك. أنا بخير، أنا خارق القوة. يا زاحف، من الواضح أن محاربي نينجا أقوى منك. اطمئن، سنتولى الأمر. لا، أنا سأتولى الأمر. أتريد التدرب مع شخص قوي يا نينجا الليل؟ هأنذا. أرجوك، أستطيع هزيمتك بإصبع واحدة. هذه الإصبع، محاربي النينجا الخارقين عليكم به. يا زاحف قادماً. انظروا، لدينا أداة رياضية جديدة. أحسنتم يا محاربي النينجا، أنتم تزدادون قوة. سرعان ما ستتسنى لكم هزيمة أي شخص في العالم، باستثناء أنا بالطبع. أنت بخير؟ لا، لقد أفسدت كل شيء. أردت أن أريكما مدى قوتي وحسب. لكننا نعلم ذلك. هكذا لن نستعيد المعدات الرياضية. كان علي السماح لكما بمساعدتي. أصبح النينجا أقوياء جدا ولن نستطيع ردعهم، لا سيما وهم متحدون. وجدتها، تزداد قوة محاربي نينجا باتحادهم، وهذا ينطبق علينا. حان وقت البطولة ولدي خطة. بحثت جيدا كما طلب الزاحف ووجدت هذا الحبل. وأنت؟ دراجة مهترئة، ليس إلا. رومي.
دنيا. مرحبا أيها المقنعون الصغار. أنت وراء هذا؟ لا، بل أنا. نينجا الليل، أنت الفاعل؟ كلا، ليس هو، أنا من اخترع جهاز الانكماش. قد تكون من اخترعه، لكنك تعجز عن استعماله. بل أستطيع، فأنا من يضغط كل الأزرار. لكنك تحتاج إلي لتوجيه خرطوم الانكماش. هيا، دعنا نستعمل هذا الشيء. مهلا، أوقف هذا. حسن، كل ما قمنا بتصغيره لم يكن سوى تدريب. تدريب لتقليص ما نريد تقليص حجمه. أنتم؟ نحن؟ أجل، إن أصبح حجمكم صغيراً سيكون بوسعي أخيراً أن أستولي على العالم دون إزعاج، وسيكون بوسعي تحويلكم إلى مقنعين صغار جداً، وستكونون بلا حيلة، ستضطرون لتنفيذ أوامري. هذا سيء جداً. ليس بسوء الاستيلاء على العالم. بل هو كذلك. لا، ليس كذلك. بلى كذلك. لا، بلى. لا يهم الخطة الأسوأ، لن تتحقق أي منها. أنا فتى كبير ولن يقلصني أحد أو يقلص أحد أصدقائي. حان الوقت لإعادة كل شيء كما كان. هيا أيها الأصدقاء، احترس أيها الفتى القط. سأتولى الأمر. وأنا سأتولى أمر تقليص حجمه. الفتى القط، هذا فظيع. انظروا إلى القطة الصغيرة، تمكننا من تقليص حجم واحد، بقي اثنان. وراءهم يا محاربي النينجا. إذن ابحثا عن كرة بيضاء كبيرة تشفط الألعاب، قد تكون في أي مكان. يا للعجب، ما الذي تفعلينه أيتها الفتاة لونا؟ المقنعون الصغار، تعرفوا إلى كرة القدم خاصتي. ستشفط كل لعبة نهارية ممتعة كي أحتفظ بها كلها لنفسي ليلى. ليس إن تمكننا من إيقافك. إيقافي؟ ها، إن كرة القمر لا تشفط الأشياء الممتعة وحسب، بل بوسعها شفط المزعجين أيضاً. الزاحف. سنعيدك إلى الفراش، ولكن كيف يعمل هذا الشيء؟ زاحف، ماذا تفعل؟ أعيد كاميرون إلى منزله آميناً. أنا سألعب. هاي. هيا من هنا. أبس، آسف، من هنا. أفلتني. أجل، زاحف، لا، هذا أمر جيد. بهذا سأنقذ كاميرون والدمى أيضاً. لا أستطيع التشبث مطولاً. زاحف، لا تحركه كالدمية، سوف تؤذيه. لا تقلقا، سأوصل كاميرون إلى منزله. لنلحق به. لا أصدق هذا، لا يبدو ذلك آميناً. أعجز عن إيقافه، سوف يتأذى كثيراً إذا ما سقط. نعم، وعندها مؤكد سيستيقظ. سأحاول إنزاله.
آمنا في فراشه الآن. لا بأس الآن، ما علينا سوى إنزاله. خذ هذا، هان وقت البطولة. عضلات الزاحف الخارقة. أمسكت به. عثث، أعدي مغناطيس لونا. أنت رائع نينجا لايت. صوتك رائع. وأخيراً اعترفتما بموهبتي. أوه، نحن من أشد معجبيك. أنا لست مغنياً وحسب، أجيد الرقص أيضاً. أتحدى أن تفعل هذه الحركة. أوه، أتمنى حضور حفلتك الموسيقية. ماذا؟ حفلة موسيقية؟ هلا. واو، أفسدت تخاف الزاحف الخارق بشكل لا يصدق. ماذا؟ لا عليك، إنه أحد معجبيك. حسناً حسناً، زاحف راقص. هذا ما يحتاجه نجم مثلي في عرضه، سيساعدني هذا في الغناء. نجم بوب، نجم بوب، نجم بوب. هاي، أين ذهب الجميع؟ محاربي نينجا، لنجرب غرفة أخرى. هذا أفضل. أنا آسف، لم أكن خائفاً، لكن تخيلت العزف أمام الجميع فخفت. لا عليك أيها القط، لكن ماذا سنفعل الآن؟ أظن أن الحفلة سيلغى. مهلاً، خطرت لي فكرة. واو، هذا يناسبني أكثر، لنبدأ العرض. حسناً، إن ربطت الآلات الموسيقية بطرف هذا الحبل ستحمل البوم طرفه الآخر إليك. رائع، وأنا سأسحبها باستخدام قبضة الزاحف الخارقة. نجم البوب، أنا أفضل نجم بوب. لا أصدق أنه يظن نفسه نجم بوب. نحن سنقدم أفضل حفل موسيقي غدا. نحن على المسرح. هل ربطت كل الآلات؟ أظن ذلك. زاحف سيقوم بسحبها. سأختبئ قبل أن يحول روميو مركبتي إلى وجبة إفطار. تخفي مركبة الزاحف. لا، لا يمكنني إخفاؤها وهي ملطخة بالبيض. ضاد الأوان، سأضلله. هذا البيض مخصص لتجربة تحطيم الرقم القياسي في صنع العجة وسأستعيده. تقصد هذا البيض المتعفن؟ آلة العفن أفسدته كله، وستفوح رائحة نتنة جداً عند كسره. أوه، رائحة مقززة. قريباً سيختبئ الجميع في منازلهم لتجنب الرائحة الكريهة، وأنا سأتولى السيطرة. يستحسن أن تهرب أيها الزاحف قبل. استمتع بالرائحة المقززة أيها الزاحف الصغير. أوه، نجحت في تضليله، لكني بحاجة إلى مركبتي للهروب من الرائحة. أين تركتها؟ زاحف، الرائحة كريهة هنا، علينا مغادرة المكان. لندخل المركبة، أين هي؟ أنت لم تضيعها صحيح؟ طبعاً لا، لكن... مرحباً أيها المقنعون الصغار، أم علي القول المقنعون المقززون؟ سأشغل آلة العفن. تأهبوا للرائحة المقززة. يمكننا التعامل مع الرائحة، لسنا بحاجة إلى مركبة زاحف لردع روميو. رائحة البيض أصبحت أسوأ. طبعاً أيها الفتى القط الصغير، فآلة العفن تعمل على إفساده أكثر وأكثر. علينا الاحتماء داخل المركبة. أين هي؟ أعني، لسنا بحاجة لذلك. اختبئوا بهذا الشكل، أو أعني هكذا، أو هكذا، أو ربما هكذا. اختبئوا فقط. لا نملك خاصية التخفي. علينا أن نخرج من هنا. ما تلك الرائحة الكريهة؟ الجبن المعتق سوف يقود روميو خارج المتحف. أرجو ذلك، فبالكاد أقفه بقربها. لا أحتمل، أريد استنشاق الهواء.
هذا؟ لا أظن ذلك. ستكون الأجواء الليلة كريهة. رذاذ رائحة كريهة المركب. زاحف، هل أنت بخير؟ والآن رائحة كريهة شديدة التركيز. يا زاحف، لكل مشكلة حلول عدة. لا جدوى من ملاحقتك لروميو. أجل، علينا إبقاء روميو خارج المتحف لنتمكن من الدخول وتدمير صندوق الشر الأكبر. فات الأوان على ذلك أيها المقنعون النتينون. أخيراً أنهيت صندوق الشر الأكبر. تدا! كل هذا لأجل عالم صغير؟ هذا ليس عملاً شريراً. لقد فاتكم الجزء الأفضل. أجل! انظرا! ماذا يحدث للمدينة؟ ألا تقصدين روميو أبوليس؟ حسناً، لدي خطة. وضع روميو جهاز التحكم في حقيبته. سوف ألهيه وأنت تسلل خلفه وخذه. ليست فكرة سيئة، لكن مع فكرتي سنحصل على جهاز التحكم. أشغليه، سأتسلل إلى المختبر وسأحضره. طريقتي أمينة أكثر. رأيت روميو يفعل شيئاً بأبواب المختبر في السابق. قد يكون فخاً. كوني مطمئنة، أنا قائد الفريق فأنا المسؤول. حسناً. روميو، أتساعدني؟ ما الأمر أيتها البومة؟ هذا البرج، ما الأعمدة الملائمة؟ كقطع متعارضة. انذار. مهلا، لدي فكرة. سرعة القط الخارقة. ماذا يحدث؟ تحاولين خداعي؟ سأجعلك تعملين أكثر الآن. لا، عرفت أن هذا سيحدث. توقف عن التحكم بي روميو. أكره أن أسمع تذمر العاملين لدي، لذا سأضعك على نظام الصامت. لا، هكذا أفضل. والآن عودي إلى العمل بسرعة أكبر. والآن إلى الطبق. أحسنت أيها الزاحف. والآن أيها القط، أحضر لي جهاز التحكم الرائع الخاص بي. يا للهول. شكراً أيها القط، أنت تعجبني كثيراً. هكذا اقفزوا أيها المقنعون. هذا مضحك، لكن يفترض أن تقفزوا لا أن تثبوا. يجب أن أقوم بتعديلات نهائية بسيطة. بومة، اقفزي فوق السطح وادخلي من الفتحة واحضري جهاز التحكم. وأنت اقفز فوق البرج واحضر الطبق. زاحف، كان علي أن أبقى في الداخل. كنا سنستعيد الكتاب الهزلي مع المقر الرئيس، والآن حان وقت البطولة. طاردا لونا، وسأساعدكما من الداخل. أحسنت. ابتعدي عن مقرنا لونا. حين يفتح ذلك الباب سأدخل وستبقيان أنتما في الخارج. تراجعا، وإلا فسأدمر كتاب فلاسي فلاش. ابتعدي. ابتعدي. أحسنت يا عثتي. أيها القط، بومة فتحت العثث الباب، لن يغلق. احمي الباب إلى أن أغلق. ليس بهذه السرعة يا لونا. رياح البومة. الكتاب الهزلي معي أيها المقنعون الصغار، لذا إن أردتم ألا يحدث شيء فعليكم ألا تحاولوا إيقافي. هذا سيء. لكن من الذي يتحكم بالطائرة؟ أنا. أحسنت صنعا. ساعد البومة أيها القط، سأتولى أمر لونا. ابتعدي. ابتعدي. أنتم جلبتم هذا لأنفسكم أيها المقنعون. ودعوا كتابكم الثمين. لا.
قفزة القط الخارقة. أنت ثقيل للغاية، لا يمكنني حملك. شكرا زاحف. العفو. حالفك الحظ، لكنك تركت الباب مفتوحا على مصراعي. نلت منكم مجددا. نسيت أحدهم. أخرجني من هنا أيها الزاحف. ليس قبل أن أقوم بتأمين المكان وإغلاق الباب. بدأت قوى الفتاة لونا تعمل. المقر الرئيس يسحب كل شيء. لن تصمد البوابة طويلاً. إن ترك كل شيء نحو المقر دفعة واحدة فقد تدمره. يا صديقي، علينا إيقافها. ابقى بعيداً. أتريد المساعدة؟ حسناً، هيا بنا. هذا الأمر زاحف الخارقة. هيا، يمكننا فعلها. لا أظن ذلك. لا شيء الآن سيوقف المقر. بوجود بلورات في الداخل سيكون كل شيء ملكي. ها، أصبحتما صديقين الآن. أجل، أنا وبيردي سنردعك. اسمعي، سنمسك البوابة. ادخلي وأوقفي تشغيل الشعاع. هيا. ها، الأبواب مغلقة بقوى مغناطيسية لن تتمكني من الدخول. علينا أن ندخل المقر. لديك خطة؟ حسناً، هيا أثق بك. ها، ماذا ستفعلين أيتها البومة؟ أيها الطائر الغبي، تعال. هاي. أحسنت عملاً، سأساعدهما. أيمكنك أن توقف شعاع لونا؟ لن تتمكنوا من التغلب علي أيها المقنعون. ماذا؟ ما الذي حدث لقواي؟ متى ستعترفون بروعة حصني أيها المزعجون؟ هيا اعترفوا، قولوها. مستحيل، سوف نستعيد الحافلات. أيها القط، سأقوم بإخلال توازن سائر الحافلات بضربها. فكرة سديدة زاحف، وسأحرص على ألا تتضرر. السماء تمطر قذائف لاصقة. قذائف لاصقة، قذائف لاصقة. استمع لهذا الصوت الصاخب يا نينجا الليل، إنه مواء القط. ها هو الذيل. حصني معزز بقوة النينجا. عليكم أن تبذلوا جهدا أكبر لإسقاطه. أسفة فعلا، لم أعلم أن الصوت سيحرف مسارك. أجل، صوت المواء الخارق كان غلطة فادحة. الأمر منوط بي. مركبة الزاحف خاصية التخفي. أين ذهب ذلك الزاحف؟ محاربي النينجا، لماذا تركتم الحافلات؟ هيا عودوا إليها واردعوا الزاحف. ها. يا إلهي، لقد علقت. ها أنت ذا محاربي نينجا، عليكم به. علي أن أتصرف. تخفي الزاحف الخارق.